يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التجار هم الفجار، نعم، فهل هناك مناسبة بين قوله سبحانه ويل للمطففين ثم بعد عدة آيات أتى قوله سبحانه كلا إن كتاب الفجار لفي سجين؟ ما فهمت السؤال. نعم، الحديث ورد أن التجار هم الفجار يوم القيامة، إلا حديث فيه استثناء، إلا من اتقى الله وبرأ وصدق. نعم.